تيصور اخويا الملولي مخاري وتحيل هشام الملولي بيضقتيني بديك ستوري ضحكتي فيا عباد الله. دابا انا كنقول لك عاود الكومبو ديالي ولا غير اعتذر ولا غير قول هذا راه صافي ما ديروا معاه والو ولا شي حاجه. المهم خرج شي هضره زوينه من فمك ما تضحكش فيا عباد الله. دابا هاد الهضره هذه كان تيصور اخويا الملولي مخاري وتحيل واش تبقاو تابعيني حتى هنايا يا صاحبي هشام شنو كتعنتد شنو والله الا على من اللي في خاطر في خاطر كاع ولاد الشيره قول غير في خاطر قول الشيره قول في خاطر ولاد القليعه قول خويا صابر قول اخويا صابر من الخدمه من تماره من تماك غنمشي نتكون بقى انا وياك. الهضره ديالي راه واضحه. هذا الفيديو هذا موجه للملولي. حنا جينا عندك اليوم انا والسيد باش نفهموا انا وياك وتفسر الناس البلان ديال داك السطوري ما تبقاش مضحك فيها عباد الله. فانت شنو درتي؟ مشيتي حيحتي وهادي ما هادي وضربتي السيد صاحبي وجيتي عندنا بغيتي تضربني ما قدرتيش عليها. ما راك عارف راسك اين فوا دير يديك غادي يخشي لك بشي ديريكت. هاد القضيه هادي راه لا شك فيها وغادي نبقى فيهم هذوك البياطق نبقاو دايرين بيه. ولاد حاشا واش تكون ولاد اكادير لانكم كنتو ولاد اكادير ما تخليش بدي تصور على ولد مدينتكم. الرسالة واضحة.